فلما كانت الحلقة الخامسة وفيها الليلة التالية، اتخذ الملك شهريار مجلس الليلة الماضية، ثم أقبل على شهرزاد. عجيب أمرك يا شهرزاد. جاريتك يا مولاي. لقد كان مفروضا أن تموتي في أسبوحة زواجك، ورجال المملكة يشيعون أنك سحرت لي فأخرت موتك إلى اليوم، وأحسب أنهم لم يبتعدوا عن الحقيقة كثيرا، فهذا الذي تسكبينه في سمعي كل ليلة فتحلق معه روحي وتطير أحلامي إلى هذه العوالم المهموسة التي تجيدين تصويرها، هذا الشيء ليس إلا سحرا، ولست أحب أن يقال إن شهريار قد سحرته امرأة. جاريتك يا مولاي. لا بد أن تنهي إلي قصة ذلك المغربي الذي يكره الفتى على إلقائه في البحيرة. إنها قصة لو كتبت بالإبر على آماق البصر لكانت عبرة لمن اعتبر. هلم حديثك الشهي يا شهرزاد. حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن سلامة بعد أن رمى المغربي في البحيرة وأعطى البغلة والخرج لشميع اليهودي، أخذ 100 دينار من اليهودي فسدد ما عليه للخباز، واشترى لحما وفاكهة وحلوى. ولما سألته أمه عن مصدرها أخبرها بقصة الرجل المغربي، وحدثها حديث اليهودي وال100 دينار، وأوصاها بكتمان السر، فوعدته خيرا وفرحت كثيرا. وجاء أخوه سالم فاشترك معهم في الطعام والشراب، وباتوا في سمر وسهر وحبور وسرور حتى أصبح الصباح، فأخذ سلامة شبكته واتجه إلى البحيرة. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، يا سلام، دي البحيرة النهاردة جميلة خالص، ولا أنا اللي مبسوط. وادي الشبكة ايه. سلام عليكم يا سلامة بن سلام والأم مرزوقة. الله الله الله، ده واحد مغربي تاني، والبغلة الشهبة هي، والخرج المنقوش هو. ليش ما بترد السلام يا سلامة بن سلام والأم مرزوقة؟ أنا مش فاهم حكاية الأم دي لزومها إيه؟ أنت بتسلم ولا حتناسي؟ اسمع يا ولدي، أنت فات عليك مبارح واحد مغربي راكب بغلة شهبة وعليها خرش مزركش؟ ما حصلش، ما شفتوش. وقيدته من يديه وإجريه بفرد قطان ورميته في هذه البحيرة؟ ما حصلش، مين شاف؟ وأخذت البغلة والخرش سلمتهم لشميع اليهودي وهناك أعطاك 100 دينار؟ طب ولما أنت عارف بتسأل ليه؟ نريد يا ولدي تعمل معاي مثل ما عملت معه. ايه انت بتقول ايه؟ مقصود يا ولدي مقصود. مين هو اللي مقصود؟ مطلوب، والله مطلوب. مطلوب فين؟ قم يا ولدي قم. اقوم على فين؟ سم الله ومد ايدك في هذا الخرج وهات اللقطة. انتوا عايزين تودونا في داهية ولا ايه؟ بس ما نريد غير الخير يا ولدي. هي ايه الحكاية؟ دخليك يا ولدي، راجيك يا ولدي، قيدني يا ولدي. يا ناس اعملوا معروف، احنا على باب الله. بيصيبك خير كتير. ان الله الغني، مش عايز. اسمع يا سلامة بن سلام والام مرزوقة. نعم يا سيدي. اسمع ايه؟ اذا ما قيدتنيش في الوقت والساعة ورمتني في هذه البحيرة، انا حخبر عنك انك قتلت اخوي. ويرضيك يا شيخ المغاربة، وشهد عليك اليهود شميعة
وانا عملت فيه كده بخطري، مش هو اللي غصب عليا. شوف لك طريق. وبعدين يا ناس بقى، مش كده، حرام حرام والله. قوم يا ولدي قوم. لا حول الله يا رب. شد يا ولدي اربط. يا اخوانا بلاش بلاش يا اخوانا. احملني يا ولدي. اعمل معروف يا شيخ المغاربة. اقذفي يا ولدي. امري الى الله. الى هوب. اما اشوف هتبان ايده ولا هتبان رجله. الحكاية دي والله العظيم انا عارف دول بيعملوا كده ليه، لكن كنت اعمل ايه؟ ده هددني. انا لو كنت اعرف ان الاولاني هيموت ما كنتش. الميه بتنشق نصين. الله الله، الراجل رجله. لا حول ولا قوة الا بالله. الراجل راح. اعمل ايه؟ سلمت امري لك يا رب. يلا يلا يا بغلة العشرة على اليهودي، محدش شاهد عليا الا انتي. الحمد لله ان الحوان اخرس. يلا على شميعة حاك. سلام سلامة. قوم يا سلامة، اصحى الفجر شقشق. صباح الخير يا أمه. صباحك بالخير والهنا. خد يا سلام. لا اشربهم اول وهم سخنين. سلام. نعم يا أم. انا يا ابني طول الليل بيت احلم وقلبي مش مطمن. خير يا أم؟ من ساعة ما حكيت لي حكاية الراجل المغربي التاني. خلاص بقى يا أم، سيبينا من الموضوع ده. أنا عايز أنساه عايز أنساه. ده كان حلم فظيع، كان كابوس وربنا نجانا منه وخلاص. طيب يا ابني ما تزعلش، بس يعني ابقى خد بالك من نفسك واعمل حسابك من المغاربة وسحرهم. يا سلام يا أم، المقسوم هلبت عنه، ما تخليها على الله. أمنت بالله. فين الشبكة يا أم؟ أنا طويها لك اهي. أنت خارج يا سلامة؟ أمال هقعد في البيت. انا خايفه يا سلام. وبعدين بقى؟ مع السلامه يا سلامه. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، البحيره النهارده زي الحصيره ما شاء الله. ها ادي الشبكه. سلام عليكم يا سلامه بن سلام والام مرزوقه. بسم الله الرحمن الرحيم. ده واحد ثالث. يا الدنيا بتشتي مغاربه ولا ايه؟ ليش ما بترد السلام يا سلامه بن سلام والام مرزوقه؟ حاجه تطير العقل. الله، تعال يا شيخ المغرب. لي عندك رجع. عارف قرب. فين الإطان؟ بتقيد عجلي. أيوة مش حضرتك عايز تغرق وتحملني وتقذفني؟ استنى امال. هات أيوة، هات إيدك كده اهو كده. بس امال خلينا نربط كويس. إذا بانت يدي. لا مش هتبان. وإذا بانت عجلي. يبقى الله يرحمك يا شيخ المغاربة. أيوة كويس. اللهم صبرك على ما بلاك. يا ده تقيل قوي يا شيخ المغاربة المرة دي. نشوف وشك بخير. لا انا ههاجر، ما عنتش اعمل صياد، ما اقدرش كل يوم اموت لي واحد. اما اقوم اودي البغلة للشميعة واقبط المية دينار. اخوان الناس جرى العقلها ايه؟ الناس اتجنت ولا انا اللي اتجننت؟ المايه انشقت. الراجل ايده مالي. فين الشبكة؟ الشبكة. ايوه هرمي لك الشبكة اهو اهو اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. امسك 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 يا ولد. استنى. هات ايدك. هوبا. احمدك يا رب، اشكرك يا رب.
سلامة. قديش متشكر يا ولدي، قديش ممنون يا ولدي. قول لي الأول، إيه السمكتين الحمر اللي أنت ماسكهم دول؟ دول يا ولدي اللي عليهم تبكي العين، ومنشانهم ماتي إخواتي تنتين. ولا أنا فاهم حاجة. هما يا ولدي رصد مرصود، وطلسم ما يقدر عليه سواك موجود. لا برضو مانيش فاهم. بعدين يا ولدي تعرف كل شيء. قم يا سلامة بن سلام والأم مرزوقة، مد ايدك في هذا الخرج وسم الله، بتلاقي علبتين فضيين. قم يا سلامة قم. بسم الله الرحمن الرحيم. فين؟ عندك في الخرج. دول يا شيخ المغاربة؟ هم يا ولدي. تعال يا ولدي افتح هادي وسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. غطي عليها وحكم غطاها يا ولدي. هو السمك بيتحط في علب يا شيخ المغاربة؟ افتح العلبة استنية وسمي بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. غطي عليها وحكم غطاها يا ولدي. عمري ما شفت حد يحط السمك في علبة الا انت. خلاص. ايه هو اللي خلاص؟ لله. اسمع انا مش سايبك الا اذا كنت تحكي لي حكايه الاثنين المغاربه بتوع امبارح واول دول اللي غرقوا، وحكايه البغله دي والراجل اليهودي، وانت وسمكتين دول، ايه حكايتكم؟ اطلع يا ولدي احكي لك، وعليك عهد الله مذبوح بالسر. علي عهد الله مذبوح بالسر؟ اسمع يا ولدي العجب اكتر من اللي شفته. وايش يكون اللي شفته يا ولدي؟ طيب اتفضل. هو بدأ الشيخ المغربي يقص على الفتى قصته ويحكي له حكايته ويفسر له لغز الشيخين المغربيين ويكشف له سر هاتين السمكتين الحمراوين. قال له إن مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة الخامسة من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.